عربيا، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة. بالأثناء يعقد مجلس الوزراء الجزائري اجتماعا اليوم برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون لتقييم الوضع الصحي في البلاد في أعقاب انخفاض الحصيلة اليومية للإصابات بشكل ملموس. يذكر أن السلطات كانت قد أغلقت سابقا 29 ولاية جزائرية للحد من تفشي الفيروس. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من الجزائر مراسلتنا جهيدة رمضاني. جهيدة، أهلا بك وكل عام وأنت بألف خير. يبدو أن تمديد الإغلاق في الجزائر لعدة ولايات أتى أكله. هناك اجتماع لمجلس الوزراء الجزائر طبعا بقيادة وبرئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتقييم الوضع. هل هو لتقييم الوضع الصحي فقط أم هناك إجراءات صحية منتظرة سيتم اتخاذها أيضا؟ صحيح، صباح الخير وكل عام وأنت بخير وكل عام كل المشاهدين بألف خير. إذن في الجزائر الوضع لا يختلف عن كل الدول العربية. حالات الإغلاق دائما ما تكون عقب تصريحات لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، الذي من المنتظر أن يقود اليوم اجتماعا وزاريا لكل الطاقم الحكومي، الطاقم الحكومي أو الجهاز التنفيذي الذي يرأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد بغية تقييم الوضع الصحي. إذن في الجزائر كثر الحديث قبيل عيد الأضحى المبارك عن غلق كلي، لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لم يقم بهذه الخطوة. في أيام العيد الأولى، الأول والثاني من أيام العيد، كان فيه انخفاض محسوس في حالة الإصابة بفيروس كورونا، وغالبا ما كانت تتجاوز عتبة 600 حالة، لكنها أمس وأول من أمس نحن نتحدث عن 500 حالة، بالإضافة إلى 9 وفيات إلى 10 وفيات يوميا، ما يرفع حالات الإصابة في الجزائر إلى 30 ألف حالة ويرفع حالات الوفيات إلى 1000 حالة مؤكدة. إذن هذا هو الوضع العام الذي تعيشه البلاد اليوم. الإغلاق يتواصل والحجر الصحي يتواصل من الخامسة صباحا، من الثامنة مساء عفوا إلى الخامسة صباحا، رفقة إغلاق وحجر كلي على 29 ولاية، بمعنى ممنوع الذهاب من وإلى هذه الولايات بما فيها العاصمة الجزائر وولايات مجاورة. كل هذه الإجراءات تقوم بها الحكومة بغية الحد المؤقت من تفشي فيروس كورونا، وسط متابعة حثيثة لوزارة الصحة الجزائرية التي يرأسها عبد الرحمن بن بوزيد والذي يقدم حصيلة يوميا، رفقة تدابير الحكومة بتشديد العقوبات على المخالفين لشروط التباعد الاجتماعي، بحظر التجوال، بغلق الأماكن العمومية، وأيضا بضرورة احترام كل هذه الظروف بغية الخروج من هذه الجائحة التي لحد الساعة تكبد الجزائر خسائر مادية وبشرية كبيرة. أقول أن وزارة الصحة في إعلان أمس لوزير الصحة الجزائري قال أن البلاد على تواصل مع عديد البلدان الغربية التي يحتمل أنها تقوم باختبارات للقاح من شأنه أن يحد من انتشار فيروس كورونا عبر العالم، وأن الجزائر في تواصل مستمر مع هؤلاء، رغم أن الجزائر تبنت علاج كلوروكين منذ بداية الجائحة ومنذ الإعلان عنها في مارس المنصرم. مراسلتنا جهيدة رمضاني كنت معنا من الجزائر العاصمة، شكرا جزيلا لك.